لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله، ما فهمت انا علاش الناس تفاجؤوا وما فهموش، وراه الاشكاليه في كلمه احتياطي. احتياطي لا يعني انه الغاء، معناه احنا قلت لك كي حطينا الملفات كنا حطينا الملفات بناء على وضعيه معينه حسب اشتراطات الكان. ملعب تيزي وزو وملعب سانك جوي موجودين بالنسبه لنا احنا. انت هل تتصور تحفة كما ملعب يعني تيزي وزو يكون خارج خارج الخدمة في حدث بهذا المستوى؟ يعني كونوا عاقلين شوية. والله هناك العديد من الاقتراحات، وربما يبقى الفصل الأخير يعني راح يكون في الأيام القادمة، وتكون يعني بعد لتفصل السلطات العمومية يحدث هناك يعني يكون هناك قرار في الأمر هذا، سيتم تبليغه في أول. المهم هذا ما قاله الوزير سبقاق. زيدوا سمو حافظ الدراجي زاد أعطاكم تسمية واحدة أخرى، كل دقيقة يعطينا تسمية. زيدوا سمو حافظ الدراجي ومن بعد نحكيه على أنفانتينيو أيضا وتسمية ملعب تيزي وزو كبيرة جدا في المدينة، كلها تستحق. يعني كمركب أنا مع تسمية المركب مثلا أيت حمد، تسمية المركب وتسمية الملعب، لأنه أيضا محمد شريف حناشي أيضا يستحق أن يطلق عليه اسم الملعب مثلا، وفي أسماء مقترحة كثيرة جدا من ناس آخرين، كل واحد وطبيعة توجهه، كاين توجه سياسي، كاين توجه ثقافي، كاين توجه رياضي. المهم حافظ الدراجي راه كل دقيقة يعطيكم اسم. زيد رئيس الفيفا انفانتيني ويدعو السلطات الجزائرية بتسمية الملعبين الجديدين بتيزي وزو أو الدويرة بالعاصمة بالأسطورة البرازيلية بيلي، ملعب بيلي العالمي. ضربة هذه، وإن شاء الله يكون الوزير سبقاق ما يديروش على رأي انفانتيني وسميونا ملعب تيزي وزو بيلي. أنا شخصيا كونتر تسمية ملعب بيلي لملعب تيزي وزو، ولكم الرأي. يظهر لي الاسم تاع ملعب تيزي وزو هذا مشاعي فرا. لايك على الفيديو، ابوني في القناة، وتركوا لنا تعليق، واعطيونا اسم ملعب تيزي وزو. سلام خوتي.